بالتأكيد طبعا عندك دراية بردود أفعال على مستوى الإعلام يعني في مختلف الدول الأفريقية على أخبار تعاقد النادي الأهلي مع موسيماني، إزاي شفتها؟ في البداية خلينا بس نكون متفقين إن النادي الأهلي بتاريخه الكبير وشعبيته الكبيرة هو محط أنظار الأفريقيا كلها، لكن اختيار النادي الأهلي الموفق في تعيين بيتسو موسيماني وسع الصدى شوية، بقى فيه اهتمام أكبر من الصحافة الجنوب أفريقية بالتحديد والصحافة الأفريقية بشكل عام. دايما يعني خلال الفترة الأخيرة من خلال علاقاتي كان دايما يعني خلال الأيام الماضية بيبقى فيه مثلا رسائل عايزين يعرفوا مين اللي تم تصعيده من قبل الناشئين، بيتسو موسيماني عايزين يعرفوا إيه أهم الاختيارات اللي هتكون في المباريات القادمه، فبقى فيه اهتمام. والحقيقه برضو انا عايز يعني اشيد بمجلس الاداره بتدشين الموقع الانجليزي والفرنساوي في هذا التوقيت، لانه هو بقى يعني خلينا نقول البيانات بقت تطلع بشكل اوضح لفئه كبيره جدا من القاره السمراء، خصوصا يعني معظم القاره السمراء نادرا جدا اللي بيتكلم فيها عربي، بيتكلم فرنساوي، بيتكلم انجلش. فدوت انا شايف ان هو يعني في محله في هذا التوقيت مع تعيين بيتسو موسيماني صاحب الشعبيه الكبيره في افريقيا. طب لو اتكلمت على ردود افعال، انا يهمني جدا تقرا ردود الافعال المغربيه، يعني طبعا انت عارف انه الوداد منافس للاهلي في الدور قبل النهائي، والرجاء منافس محتمل في حال ما اذا تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. اصداء او ردود الافعال على تعاقد موسيماني مع الاهلي في المغرب على وجه التحديد؟ يمكن موسيماني مش وجه غريب على الكره المغربيه، هو واجه الوداد اكتر من مره وكان هيعرف الملاعب المغربيه كويس جدا، فكان مهم جدا ان الصحافه المغربيه تلقي الضوء ايضا على بيتسو موسيماني زي الصحافه الجنوب افريقيه، بيعرفوا بيتابعوا بشكل كبير جدا ايه الراجل بيعمل ايه، ردود افعاله على خط الملعب وهذا بهذا الشكل يعني بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه. تفتكر شكل وطبيعة المواجهة بين الأهلي والوداد إزاي ممكن تكون، وإيه تقييمك لمستوى الوداد في الفترة الأخيرة، وهل من الممكن وده يكون مرتبط أو متعلق بمواجهة الأهلي في قبل النهائي، ولا شايفها مباراة ليها حسابات مختلفة؟ يمكن الوداد هو اكثر ضغطا من النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه واللي جايه بسبب ان هو بينافس بشكل كبير على الدوري المغربي وبتفرقه نقطه واحده بس عن الصداره، هو دلوقتي 56 والرجاء 57 نقطه وفاضل لهم الماتش بتاع الجوله الاخيره، فده بيخلي ضغط نوعا ما كبير جدا على الوداد، واللي هيفرق بشكل كبير قبل ماتش الاهلي سواء هم كسبوا الدوري او خسروه. ولكن يمكن النتائج الوداد خلينا نقول انها في الفتره الاخيره متذبذبه نوعا ما بين التعادل والمكسب، لكن طبعا احنا متفقين ان الدوري ابطال افريقيا ما بيعترفش بالنتائج المحليه، بيعترف بالاحسن في الماتشين ورايح كل جاي. ممكن تكلمني اكتر عن فرقه الوداد؟ يعني اذا كان مستر موسيماني بيسمعنا دلوقتي، من وجهه نظرك ايه اكتر او ابرز نقاط الضعف المفترض ان النادي الاهلي يشتغل عليها او الجهاز الفني للنادي الاهلي يشتغل عليها؟ يمكن وفقا للاحصائيات اللي بتنزلها خلال الفتره الاخيره الحساب الرسمي للكاف الاتحاد الافريقي، الوداد ما بيعتمدش على الباصات الكتيره والاستحواذ على الكره بشكل كبير، ولكن هو خطير جدا في التسديدات على المرح. يعني هو سدد خلال الموسم الحالي 37 كوره على المرمى، وده رقم كبير جدا جدا، وخصوصا الاهلي برضه ب 35 كره، ولكن الوداد يعني مكمن خطورته كله في التسديد على المرمى وليس الاستحواذ على الكره. مين شايف فرصه افضل في للتاهل للنهائي من الجولتين المقبلتين، يعني الاهلي الوداد الزمالك الرجاء، مين شايف فرصه افضل للتاهل للمباراه النهائيه؟ هو بالتاكيد الاكثر استقرارا والاحسن نفسيا هو اللي بيكمل في الحاجات اللي زي دي، وممكن النادي الاهلي واجهته ازمه هو تغيير المدرب وهو قدر يتعامل معاها بكل احترافيه، وزي ما احنا شايفين النتائج ما تاثرتش محليا، بالعكس الاداء فيه تطور وفيه تحسن. يمكن الوداد هو نوعا ما فيه ضغط شويه، فانا ارجح كفه الاهلي عن الوداد. لو جينا على الناحيه الثانيه الرجاء نوعا ما في حال تمكنه من التتويج باللقب هيكون معنوياته كبيره، الرجاء ماشي مع مدرب جمال سلمي بشكل كويس جدا، لكن يبقى الزمالك منافس قوي على اللقب هو والرجاء، ولكن انا ارجح كفه الرجاء نظرا للاستقرار الفني والنفسي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميل احمد هاني صحفي بموقع افريكان فوتبول، بشكرك على التواصل معنا في السادسه، فقراتنا متواصله مع حضراتكم لسه.